انا هلعب هنا. يلا العب انت كمان. ايه الحلاوه دي؟ في الزنا؟ طوال بقى يا ليل. شاور طبعا بيقول لي ابتدي. ازيك يا هاني؟ وحشونا كتير كتير قعده كده. انا عامله روتين العيد. روتين اول يوم العيد صح؟ صح يا ماما. قولي لاصحابنا بقى كل سنه طيبين. كل سنه طيبين يا جماعه. عملوا مليون سنه. قبل مليون سنه مش عيد ميلادي غزل. ده مش عيد ميلادي غزل ده. قولي لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ويا رب العيد يبقى كويس على كل الناس. كنين. وخليكم معانا بقى كملوا الفيديو للاخر. كملوا الفيديو للاخر عشان هنلعب وهنحط ميك اب وهنحط مانيكير ونعمل شعري غزل وهنعمل حاجات كتير جدا صح؟ صح يا ماما. يلا بينا. يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. قبل ما نروح نبتدي الفيديو تشتغلوا ايه؟ لا كنت هشوفك معايا احلى. ماشي يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله. كملوا الفيديو. يلا بينا. بصوا يا جماعه دلوقتي احنا كده محضرين اهو. دي الهدوم اللي احنا هننزل بيها دلوقتي. ده بتاع غزل شايفين القمر بقى هوريه لكم عليهم بعد ما يلبسوهم. وده كده بتاع يزن شايفين بقى يبقى زي القمر. اول ما يلبسوا دلوقتي بقى يخشوا ياخدوا شاور ويطلعوا يلبسوا هوريكم هو هوريهم لكم على طول. بصوا يا جماعه طبعا غزل ويزن كده هم لبسوا شايفين بقى القمر. لف يا زوزو كده لف يا زنا القمر ده. هي احلى عجبني شكلها. يا انا عجبني اكتر من الميه على فكره. اه بصوا يا جماعه بتصور انا بصور. خلي بالك يا جماعه كانت بتصور الميه. انا بقول لكم انا هجيب فيو اعلى من الميه. بحبكم يا اغلى حاجه في حياتي. دلوقتي يا جماعه احنا رجعنا من بره. غزل تعبانه يعني الشمس يا جماعه بره جامده جدا فاحنا فرهدنا. دلوقتي بقى يلا عشان تاخدوا شاور يلا عشان نلبس بقى هدوم اللي هو الترنج بتاع العيد. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا يا زنا. يلا بينا يا جماعه. يلا بينا. يلا بينا يا جماعه. يلا حبايبي ادخلوا. يلا بينا يا جماعه. دلوقتي يا جماعه بصوا كده احنا جبنا الحلويات دي كده واحنا جايين. طبعا انتوا عارفين الاطفال وفي العيد طول الوقت عايزين ياكلوا حلويات وكده وعصاير وكده. دلوقتي يا جماعه كده بعد ما رجعنا من بره طبعا هياخدوا شاور. طبعا اللي يقول لي بتديهم شاور كتير ده هقول لكم طبعا الجو حر. غزل يا زنا اهو خلصت شاور. بص القمر بقى والجمال. ايه الحلاوه دي؟ هقول لنا هجيب كتير حلوه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يخربوا على القمر زي جميل يا يزن زي القمر يا يزن. دلوقتي يا جماعه بصوا كده احنا بعد ما جينا من بره هم جعانين جدا ومش عارفين ياكلوا لحمه وشوربه والكلام ده كله. انتوا عارفين الاطفال طبعا بتتني كذا على الاكل. بس فعملت لهم كده ساندوتشز نوتيلا وكمان عملت لهم جبنه رومي كده. هما بيحبوا الحاجات دي جدا وجوس وبسكوت وشيبسي كده. وكمان شويه هناكلوا السويتس كلها صح يا غزوله؟ صح. يلا بقى يلا بقى عشان تاكلوا. يلا يلا بنين. ايه القمر ده يا نيس؟ ايه القمر ده؟ كل انت عايزه. يلا كله يلا علشان اعمل لك يا غزل شعرك. يلا اوكي. مش عايزه تحطي مانيكير؟ اه عايزه احط. طب يلا خلصي عشان ايه اعمل لك شعرك ونحط المانيكير. تمام. طبعا خليته ينشف شويه عشان يبقى ايه سهل شويه وكمان ما يلسعهاش شويه معاكم. هعملها بس كده بديلي عشان يفضل يثبت معانا فتره اطول شويه. ماشي. طبعا يا جماعه خلصت شعري. لف يلا يا زوزو ورينا شعرك. القمر ده ما شاء الله يا جميل على القمر. دلوقتي نختار مروكير ونشوف عايزه ايه. المروكير تختاري المروكير؟ طب يلا بينا نختار مروكير. يلا بينا. يلا بينا تعالي يلا بينا. يلا يا زوزو اختاري. طبعا يا جماعه في هي عايزه تحطي من الجديد. دي تختاري اللي فيه جليتر؟ اه عشان بعشقها جدا. بتعشقي جدا؟ طب تعالي يلا احط لك. يلا بينا. يلا تعالي. شوفونا وشكله ايه. يا جماعة أنا بعشقه يا جماعة. أنت بتعشقي كل حاجة يا زوز. هنشوف شكلها. لا إن شاء الله يبقى. إن شاء الله يبقى. بس أنا بعشق الجريتو مش عارفة ليه. بعشقه في حياتي. في حياتك؟ أنت بتعشقي كل حاجة في حياتك. يلا. لا أنا بعشقه. يلا تاني. بس لونه مش باين قوي. صح؟ صح.
الصيف خالص. هل عجبتكم من المراكين؟ اعملوا لايكات. واحدة بقى باين شوية. طب استني واحدة بقى استني زي واحدة بقى يا جماعة. هو بين بص هو بين شفاف خالص. غزل واقفة قدام المراية عشان المانيكير ينشف على طول صح؟ شكله حلو يا صحابي. حلو قوي يا سوسو. قبل بان اكتب لنا. هو بان حلو. هو بان دلوقتي بان شويه صغيرين. والله استني كده وريني ايدك. حطي ايدك. بان شويه صغيرين كانه يلو. يلا نشفي بقى المانيكير. يلا يا زدولة عامل ايه؟ تعالى احط لك مانيكير. عيب ما ينفعش انت راجل. عيب ما ينفعش. طبعا يا جماعه ماما هتحط لي اكياج بتاع الاطفال. حسن عايزه تحط لي اكياج. هو دي عادة ان احنا كنا جايبينها لها. بصوا كنا جايبينها لها كده. بس قالت لي يا ماما انا عايزه احط مكياج. قلت لها تعالي احط لك. يلا بينا. يلا بينا يا جماعه. لا استني ايه ده؟ هوريش لونه اهو. بيربل. بيربل. تعالي وريني بقى. هو ده فين صباع؟ ايه؟ بس تعالي حط بيربل عشان انتي لابسه بيربل. يلا بصي كده. ماما فرحانة جدا. امشي بصي ده. تعالي ده. هو شفاف ده ولا ايه؟ عايزة بس كده؟ مش بين شوية صغنن. انتوا بينك هنا؟ فعلي. لا مش في عينك هنا. استني حط ده شوية. واو انا بانزا. يلا وريني. أمور والله. بس يبقى كده شايفه النص حاجه. أمور كده. يلا يلا وريني. غمضي عينك شويه. سمعش اللون ده. زي القمر والله. بس ملكي تعالي بقى صوري. غزل بقى لما حطت ميك اب اتقهر صح؟ هي قمر من غير حجاب. والله انتي اموره. انتي بقيتي قمر من غير حجاب. شكرا يا مامي. تعالي بقى يلا نجيب يزن عشان نلعب بقيه اللعب. يلا بينا. يلا بينا. طبعا يا بس كل حاجات غزل. بصي التوكه الحلوه دي كمان. بصي الحلقه دي. بصوا يا جماعه الحلقه كده اللي لابساها غزل على شكل طاووس تقريبا صح؟ حلو قوي. اكس 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 اكس. بس بقى نلعب اكس او. هلعب دور مع يزن الاول وبعد كده دور مع غزل. ايه دور معايا؟ دور معاكي وبعد كده دور مع يزن. ماشي انا هاخد الاو. ماشي يلا بينا. لا انا الاو عشان انا الاكس. طب يلا العبي. ها الدور الجاي عليك. ماشي يلا غزول. ماشي انا هنا. ماشي انا هنا. ها كسبتك اهو. كسبتك اهو. يلا قومي دور يزن. يلا يلا قومي خلاص. يلا يا زين اقعد مكان غزل. هتاخد انت ايه يا يزن؟ الاكس. لا يا ماما انت الاكس وهو الاو. خليه براحته بقى. يلا خد الاكس يا يزن. يلا بينا العب. يلا ابدا العب. يلا حط واحده في اي حته. ماشي انا هلعب هنا. يلا العب انت كمان. يلا انا هلعب هنا. هي كسبتك يا يزن. خلاص خلصت انا كسبت. يلا دور اهو كسبت. هنكمل اللعب بقى. ماشي يا جماعه. حلو يلا. بس مش هيتاكل كله طبعا انت عارفين. بس مش كله هيتاكل. طب يلا عشان ايه؟ استنى يا يزن. عشان ايه يا غزل؟ عشان سنان. قصدي سنان. مالها؟ انت قلتي السواسنه؟ تسوس. يسوس. يلا بينا تعالوا ناكل الحلويات. يلا
في شيب تاني من اللي انت بتحبوه؟ انا هختار ده. ماشي، انتوا بتختاروا ايه؟ في ده اللي انتوا بتحبوه. الجيلي ده يا جماعه نعمل لكم فيديو قريب بس جامد جدا. اهي دي بتاعت يزن، خدي يزن. دي اللي اخترتي ايه؟ بصي غزل اخترت ايه؟ لا دي دلوقتي وترد شمس ولا لا؟ ماشي، وانا هاخد ده. وانت يا يزن هتختار ايه؟ مش عايز شيبس يزن؟ يزن مش عايز شيبس؟ عايز كندر بس؟ طب تعالي خد شيبس كمان. لا لا براحتك خلاص. يلا بينا بقى، تعالى نقعد ناكل الحلويات. يلا طبعا يا جماعه هو معانا حاجه حلوه اللي احنا عايزينها. كده هو البتاع ده اللي انتوا شايفينه بسكوت. هناخد الحلويات دلوقتي وبعدين هنعمل ايه؟ وشيبسي وبتاع ده اللي عامل شبه معجون سنات مس شوكولاته بيبي. ماشي، هناخد الحلويات صح؟ صح يا جماعه. انا هفتح دي الاول بعدين دي بعدين دي. تمام براحتك. يلا كل يوم. يلا يا زينه افتح وكل. سلام. لا هي ايه؟ هتفتح لك كده بتاعتك. شكرا يا ماما. سخن ايه؟ انت سخن؟ يزن سخن، مش عايز يفتح الكبده خلاص. عايز لعبه بس. عايز لعبه بس؟ اه. هناكل الشيبس بتاعي بقى. هات. عايز لعبه بس؟ انا خسرت تاني. خاتم. ده بتاع الملاك. بتاع البنات يبقى مش هو اللي لقاها، هو حر بقى يديها لك او ما يديهالكيش هو حر. بتاعت بنات هتكون بنات. يلا طبعا يا جماعه بعد ما خلصنا حاجه حلوه هنخصص منه هم عاملين سنان خلاص. هنخصص منه دلوقتي. يلا يا زينة وغزولية عملوا كده الاول. برافو شطوري. يلا يا زن وريني بتغسل ازاي. اول ونص كده. شاطر. يلا شاطر. تمام. لا خلاص، لا اغسل سنانك، كمل غسيل الاول. غسيل. غزل اهي تلعب بالسكوتر شويه. لا نلعب بالسكوتر شويه ونخش ننام صح يا ماما؟ انت عايز تلعبي بالسكوتر وتنامي؟ خلاص العبي شويه بالسكوتر وبعد كده تنامي على طول. ماشي متفقين؟ اوكي. ولا زعلانه؟ لا عادي. بجد؟ صح، ما نقولش بقى عشان يشوفوا الفيديو بتاع بكره. تمام، بكره في مفاجاه. ماشي، مفاجاه جديده قوي. ماشي تمام. يلا تمام يا جماعه تشوفوها. طيب انا عايز اعمل لعبه. بتعمل ايه يا غزل؟ تلعب. ماشي يا غزل. ماشي يا غزل يلا بقى العبي بالسكوتر شويه. تمام يلا علشان ندخلوا تناموا بعديها. يلا يا قلبي. يلا خلاص هتنامي. تعبت هي من كتر اللعب والجري النهارده طول النهار صح؟ صح. خلاص يا ستي هتنامي خلاص. طب قولي لهم ما تنسوش تعملوا تشتركوا في القناه. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وتشتركوا معايا. يا الزونة انت عارفين طبعا ان غزل ويزن بيناموا جنبي. يا الزونة قولي لهم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. انتوا بتعملوا القناه وتشتركوا معايا احلى. ماشي زوزو تصبحوا على خير يا لولو. يلا تصبحوا على خير. يلا انا هاخد امنتج الفيديو وانتوا تصبحوا على خير. يلا باي.